التحدي صنع أسرع أفوانية في العالم بسرعة طائرة مقاتلة موجودة على سطح حاملة طائرات مع إحساس سيارة سباق فورميولا 1. ثمة سمتان أساسيتان هنا، الفورميولا 1 والسرعة. الدقة أساسية، مطب واحد في السكة قد يكلفهم الثواني الثمينة وقد تعرض ساعين للإثارة للخطر. مهمة الأساسية عدم تعريض الناس للقتل. عمليات التركيب على ارتفاعات شاهقة تسبب الدوار، حرارة عالية جدا ورمال ورياح. إنها بيئة قاسية جدا. لقد بدأ السباق للتفوق على الرقم القياسي للسرعة. ستكون فوعانية رائعة حقا. سنحصل على لقب الأسرع. في الرمال الصحراوية الحارة في أرجاء الخليج العربي لم تكن فكرة الانطلاق بسرعة جذابة جدا حتى اللحظة. قرب مضمار الفورميولا 1 الرائع الجديد في أبوظبي يوجد مساره السريع، أفعوانية رائعة يسعون بأن تكون الأسرع في العالم. ومع اقتراب الافتتاح يستعد الفريق الهندسي لأول اختبار إطلاق كامل. ثابر الفريق في العمل في الحرارة الملتهبة لأكثر من عام، والآن حان الوقت لدخول التاريخ. الهدف الوصول إلى سرعة فائقة تعادل 240 كيلومترا في الساعة، والانطلاق من سرعة صفر وحتى 100 كيلومتر خلال ثانيتين فقط. تتسارع نبضات قلبي بنفس السرعة التي ستنطلق بها الأفعوانية. تستخدم الأكياس الرملية كدمن. ستكون الجولة الأولى خطرة جدا على البشر. يحبس أفراد الفريق بأكمله أنفاسهم بشكل جماعي. لم يحاول أحد الانطلاق بهذه السرعة على سكة عالية مرفوعة. لا أحد يعلم بشكل قاطع ماذا سيحدث أو كيف سيكون رد فعل الأفعوانية على السرعة والظروف الصحراوية. عام من العمل المضني على وشك أن يثمر أو لا يثمر. حين تصل سأراها، سأرتاح حينها فقط. واو، أجل، لقد نجحت. أترون إنها تنطلق وتعود؟ هذه هي المرة الأولى التي تكمل فيها الأفعوانية المسار، لكن هل كان هذا الاختبار سريعاً بما يكفي؟ لقد حانت لحظة الحقيقة. لقد وصلت سرعة الأفعوانية إلى 230 كيلومتراً في الساعة، لكن حتى هذه السرعة بطيئة جداً. لم تبقى سوى 4 أسابيع فقط للوصول إلى السرعة المطلقة، كما أن هناك مهمة أخرى عليهم القيام بها. لم يتم وضع إنسان حقيقي في مقعد هذه الأفعوانية هائلة السرعة. بدأ الوقت ينفد. إن حلم أفعوانية فورميولا 1 ولد لدى شركة التصميم المعروفة جاك راوس وشركائه. أوكلت المهمة المضنية لتصميم أسرع أفعوانية في العالم لمدير المشروع براند إليس وفريقه، بحيث تشبه سيارة الفيراري الحقيقية المخصصة لسباق الفورميولا 1. بالنظر إلى التصاميم، أعتقد بأنها من أروع الأمور التي رأيتها في حياتي، وهي ستتفوق حتماً على أي شيء صنع في السابق. ستكون سريعة للغاية. ثمة سمتان أساسيتان هنا، الفورميولا 1 والسرعة. الأمر بهذه البساطة. يود المصممون منح كل ضيف جولة لا مثيل لها عبر الصحراء. عليها أن تكون قريبة من المبنى الرئيسي لتكون المحطة مكيفة بسبب درجة الحرارة الملتهبة. علينا أن نحافظ على راحة الضيوف، لذا تقع منطقة المحطة ضمن الشكل المثلث. يركب الضيف من محطة الركوب ثم تنتقل إلى وضعية الانطلاق، فتمضي 5 ثوان
إلى أن تصل المنحدر الأول. خلال المنحدر الأول يرتفع الضيف إلى علو كبير، الأمر سيكون مهما. وبينما تنطلق نحو منعطفات السرعة ستكون العربة منخفضة، وسيختبر الضيف إحساس التواجد في سيارة سباق. سيمر عبر سلسلة من المنعطفات المتعرجة أو المحدبة إلى أن يصل إلى مرحلة الفرملة. ستكون هذه محطة توقف مهمة، ستنطلق وترتاح خلال فترة الفرملة قبل أن تسير وتعود إلى المحطة. تدوم التجربة بالكامل حوالي 3 دقائق. وهذه التجربة هي مصدر الجذب الرئيس في مجمع عالم فيراري، أكبر مدينة ملاهي مسقوفة في العالم. موضوع مدينة الملاهي السرعة وأسلوب فيراري. يغطي السقف الأيقوني 100,000 متر مربع، وجوهرة تاج مدينة الألعاب هي أفعوانية فورميولا روسا الأسرع على وجه الأرض. ينتظر محبو الإثارة في أرجاء العالم افتتاحها، وهو تاريخ يقترب بسرعة كبيرة. الرجل المسؤول عن هذه المهمة الهائلة هو مدير البناء أندرياس غرونيك. أندرياس ليس بغريب على صنع الأفعوانيات، مع خبرته التي تمتد لأكثر من 23 عاما في هذا المجال، شيد أكثر من 30 أفعوانية من الصفر. لقد صنعت الكثير من الأفعوانيات، لكن هذه هي الأفضل والأسرع، لهذا علينا التحقق بعناية أن يكون كل شيء كما يجب وأن كل شيء آمن، وكذلك بأنه لا توجد أي عيوب في السكة إطلاقا. استغرق الأمر وقتا طويلا للوصول إلى هذه المرحلة. المرحلة الأولى من البناء، كان أمام العمال 6 أشهر فقط لتشييد سكة للأفعوانية تمتد لأكثر من 2 كيلومترين في الصحراء الحارة. عليهم وضع وتأمين كل قطعة بدقة، إذا كانت قطعة واحدة فقط ليست في مكانها الدقيق فلن تتلاءم بقية القطع معا. مضت شهور من العمل دون مشكلة، لكن في اللحظة الأخيرة واجه رئيس العمال ياتسي غاست وطاقمه مشكلة. يبدو أن هذه القطعة من السكة طويلة أكثر مما يجب بالنسبة للمكان الذي يجب أن توضع فيه. علينا رفع الدعامات لنتمكن من فصل السكة ورفعها إلى أعلى من كلا الجانبين قليلا. الحل رفع قاعدة الأعمدة لتمديد السكة بأكملها. هذا ليس سيئا ولا جيدا أيضا. إنها مجرد مسألة مليمترات، لكن المليمترات مهمة حين تحرك آلاف الأطنان من الفولاذ. لقد تم تثبيت آخر قطعة من السكة في مكانها أخيرا. كما تسمعون الشبان يطرقون مسامير التثبيت لإدخالها، وإذا دخلت مسامير التثبيت في أحد الجانبين ستتسع البقية. تم تركيب القطع 160 في مكانها جميعا، وقد اكتملت سكة فورمولا روسا في صحراء أبوظبي. غير أن بناء أسرع أفعوانية لا يتعلق بالعضلات والقوة وحسب، فالدقة المطلوبة لتحقيق السرعة المطلقة لا مثيل لها. لقد تم التركيب وتم تثبيت جميع البراغي بإحكام، علينا التحقق من جميع المفاصل ثانية. على الوصلات التي تربط قطع السكة ببعضها أن تكون دقيقة للغاية، لا يجب أن يكون الاختلاف في ارتفاع القسمين أكثر من 0.2 ملم. إذا زاد على ذلك سيتعين علينا تفكيك القطع لكي نركبها من جديد، وإذا لم ينجح ذلك يجب علي صقل مليمتر كامل من السكة لتهذيب المقدمة. ستنطلق الأفعوانية فائقة السرعة بسرعة تنتقل من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة في أقل من 5 ثوان. إذا كان هناك أي نتوء مخبأ في وصلات السكة قد يدمر العجلات ويتسبب بمشاكل جمة. في أبوظبي تحمل الشاحنات خزانات نيتروجين ضخمة تدعى علبة القدرة ليلا باتجاه موقع البناء في جزيرة ياس. مع اكتمال السكة حان الآن الوقت لبناء نظام الطاقة الكهربائية الفريد من نوعه، والذي سيطلق الأفعوانية بسرعة تشبه سرعة الفورميولا 1. يشرف أندرياس على تفريغ أدوات الإطلاق، إنها عملية حساسة.
لقد بنينا أنظمة إطلاق الأفعوانية سابقا، لكن لم يكن أي منها بهذه الضخامة. عند تفريغ هذه الخزانات علينا توخي الحذر الشديد، أي ضرر قد يكون قاتلا. المركبة هشة للغاية بسبب تركيب مكونات كثيرة أخرى على الخزان. بحذر يتم تأمين نظام الطاقة الكهربائية في مبنى الإطلاق. الخطوة التالية في تجميع آلية الإطلاق هي وصل بكرة رافعة زنتها 25 طناً. إن بكرة الرافعة المستخدمة من أجل الفورميولا روسا هي أكبر رافعة إطلاق لأفعوانية في العالم. تستخدم الرافعات لرفعها فوق المبنى ووضعها على الآلة الخاصة بها، لكن هذا تسبب بمشكلة. أوشك عمال البناء على الانتهاء من بناء السقف، ولا توجد سوى فتحة صغيرة لإدخال بكرة الرافعة منها. لولا وجود السقف لكنا وضعنا الرافعة مكانها وانتهينا. عادة ما يتم إخراج كل شيء لإفساح مكان لبكرة الرافعة، لكن هذه ليست هي الحال للأسف. مدير الصيانة وين ميدوز متيقظ كليا. حين نتحدث عن 25 طنا وهي معلقة هناك، فهذا مثير للقلق بعض الشيء. هذه الأسطوانة الفولاذية الضخمة ستحتوي على 600 متر من كوابل الإطلاق الملفوفة. يتم إنزال الرافعة التي تزن 25 طنا في غرفة الإطلاق تدريجيا لمسافة سنتيمتر واحد كل مرة. بسبب ضيق الفتحة الموجودة في السقف الشديد لا يمكن إنزال بكرة الرافعة، وهي في مواجهة اتجاه واحد فقط، وهذا الاتجاه خاطئ. التحدي الآن كي ننزل الرافعة سيتعين علينا فصلها لندخلها من الجهة الأخرى من الفتحة، كي يقوم بتدويرها 90 درجة لوضعها في مكانها. يجب إسقاط الرافعة بجانب قاعدتها دون تحطيمها. وضعت أعمدة خشبية لتفادي تلامس المعدن بالمعدن. أي انبعاج في الفولاذ قد يتسبب بقطع الكابل أثناء الإطلاق، وخطوة خاطئة واحدة قد تنتهي بكارثة. أصبحت البكرة على الأرض أخيرا، غير أن المعضلة لم تنتهي بعد. المشكلة في إدارتها ستأتي من هنا، وسيكون الهيكل الفولاذي من الداخل. يتعين الآن على الفريق إدارة الرافعة التي تزن 25 طنا داخل المبنى. سنديرها بهذا الاتجاه. قوة الرافعة وقوة الإنسان يعملان معا. لقد ارتفعت الرافعة الآن، ستظل سلسلة مكانها في إحدى الجهات، وستوضع سلسلة الأخرى في الجهة المقابلة. إنها عملية حساسة. على الرافعة مراعاة كل من سكة الأفعوانية الموجودة فوق المبنى وعمود السقف. تتحرك أيدي الرجال لإدارة الرافعة الثقيلة وتجنب الضغط على السقف. هذه هي القطعة الرئيسية في الأفعوانية، إنها الأساس في آلة إطلاق العربة. هذه هي القطعة في الفورميولا 1، وبدونها لا يمكن المضي قدما، ولا أدري كم يلزم من الوقت لصنع أخرى، لكنها مسألة أشهر. وما يزيد الخطر أن سائق الرافعة يعمل دون أن يرى شيئا. الجميع يشعرون بالتوتر بينما يتم إنزال الرافعة ببطء إلى المكان المطلوب. لقد فعلوا هذا من قبل، نحن واثقون، لكن رؤية الأمر تثير الأعصاب بعض الشيء. بعد 6 ساعات حانت اللحظة الحاسمة. لقد تم وضع أكبر وأثقل رافعة إطلاق في العالم في مكانها أخيرا. لقد نجحنا. هذا أمر مميز، فالمرء يصنع أفعوانية مشابهة لهذه مرة أو مرتين في العمر إذا حالفك الحظ. في الشهرين المقبلين سيتم تشييد بقية نظام الإطلاق الهيدرولي الذي يعمل على النيتروجين. هذه أضخم آلة صنعت يوما من أجل أفعوانية. هذه تحفة فنية تكنولوجية. قلب نظام الإطلاق هو الرافعة وكابل الإطلاق. الكابل متصل بمزلقة معدنية، يتم تثبيت قطار الأفعوانية بالمزلقة.
عند إطلاق الأفعوانية يتم إطلاق النيتروجين من علبة القدرة، فيندفع الوقود عبر المحرك ليشغل الرافعة. تدور الرافعة بقوة 21,000 حصان، وتطلق القطار على السكة لتقذفه كل المسافة نحو المنحدر الأول بأقصى سرعة. وهناك يتحرر القطار من المزلقة المعدنية ويمتلك سرعة كافية لينطلق عبر بقية المسار. هذه هي النظرية على الأقل. سيأتي هذا النظام بأضخم النتائج، الأفعوانية الأسرع والأسلس في حركتها في العالم. بعد تركيب نظام الإطلاق والسكة، الشيء الوحيد الناقص هو قطار الأفعوانية. يناقش مصممو القطار نموذجا لقطار أفعوانية فورمولا روسا. بما أن الأفعوانية ستخدم عددا كبيرا من العرب، فإن هناك العديد من الاعتبارات الثقافية التي ستطبق على التصميم. نحن ننظر بعناية إلى نحن نعلم بأنهم يرتدون ملابس طويلة وجلابيب، ونأخذ بالحسبان ارتداءهم للصنادل وكيفية دخولهم إليها والوضعيات المريحة. سنخفض هذه إلى هنا لنجعلها متساوية. العربة ونظام الإطلاق هما نظامان موجودان، وما نفعله هو إضافة أسلوب الفورميولا 1 للأجزاء المتوسطة وذيل الجناح الخلفي بالطبع. وهذه أمور مميزة لهذه الأفعوانية بالذات. هذه أفعوانية بالغة السرعة، وعلينا التأكد أن يتم تعزيز ذلك بشدة من حيث القوة والمادة التي صنع منها الهيكل. نحن مهتمون حقا بشكل المركبة والسرعة ليصبح ذلك مماثلا لأكبر قدر ممكن للتسارع الذي توفره سيارات الفورميولا 1. أخيرا وصل القطار إلى موقع البناء في أبوظبي بعد قضاء أسابيع على الطريق. أندرياس متلهف لتركيب القطار الذي يبلغ ثمنه $1,000,000 على سكته ليرى كيف سيعمل. الانطباع الأول لديه: كل شيء كما يجب. تقوم الرافعة بإنزال كل عربة من عربات الأفعوانية بعناية. ستحتوي الفورميولا روسا على قطارين، كل واحد منهما يتألف من 4 عربات متصلة، وسيحمل 16 راكبا. إنها تبدو جيدة، لا توجد أضرار ولا شيء محطم. بعد 3 ساعات تم تجميع 1 القطارين، وبما أنه سينطلق عبر ظروف قاسية جدا، فيجب صيانة هذه العربات السريعة بشكل شامل. مرة كل عام يجب تفكيك الهيكل والعجلات وكل شيء والتحقق من سلامتها. لحماية العجلات من الحرارة الشديدة والسرعة، قام أندرياس بتركيب نظام تبريد متخصص. نحن نقوم هنا بتركيب نظام رش مائي للعجلات لتبريد العجلات، وإلا فسيتفكك الدهان والمطاط والحافة كذلك. إن تلف العجلات بسبب الحرارة هو الهم الأكبر، ونظام التبريد هو إجراء سلامة هام. ما زلنا لا نعلم كم ستسخن العجلات، فنحن لم نقد بهذه السرعة من قبل. مع مدة تزيد على 10 أسابيع فقط قبل افتتاح الأفعوانية، يشعر أندرياس بضغوطات هائلة لإكمال الأفعوانية. الخطوة التالية اختبار القطارين على السكة. نحن في شهر أغسطس وقد ارتفعت درجة الحرارة لتصل إلى 50 مئوية. أجل أنا أتعرق، لكن التعرق في درجة حرارة 35 مئوية لا يختلف عن التعرق في درجة حرارة 50 مئوية. قبل أن يزود نظام الطاقة القطار بدفعته الأولى الهائلة، على أندرياس التحقق من رد فعل القطار على السكة، وسيفعل ذلك بسحبه عبر السكة باستخدام الكوابل والرافعات. يتسلق أندرياس ارتفاع 50 مترا فوق الأرض لتركيب كابل فولاذي على السكة. الهواء على السكة ساخن والكابل ثقيل. استغرقت العملية بأكملها 4 ساعات. 1 2 3 حسنا هيا 1 2 3
حسناً، أنا بحاجة لمساعدتك. حسناً. إنه عمل منهك، يجب تثبيت الكابل والتأكد منه. وأخيرا تم تركيب الكابل، ومن الممكن بدء الاختبار الآن. سيتم تعليق الكابل بقطار الفورميولا 1، وستقوم الرافعة برفع القطار تدريجيا مسافة متر في المرة الواحدة. هكذا سيتم وضع أسرع أفعوانية في العالم في مكانها. بدأ أندرياس العمل أمام المنحدر الأول ليتحقق ويتأكد من استجابة القطار للسكة كما يجب. علينا مراقبة الهيكل بالكامل للتأكد بألا يحتك أو يتلامس مع أي شيء، كما أن على العجلات أن تمسك المسار بكل إحكام. بدأت أسرع أفعوانية في العالم بالسير زحفا قبل أن تنطلق بسرعة. كل شيء يسير بسلاسة، لكن بعد ذلك توقف 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 توقف. إنه مجرد حبل في طريق الفريق. تخلص منه. لحسن الحظ لم يسبب أي ضرر. حسنا، لننطلق. ببطء ببطء ببطء. استمر بالإصغاء دوما. حين يتم سحب القطار باستخدام الرافعة لا يجب أن يصدر أي صوت إطلاقا، لكن إذا سمعت صوت ارتطام معدن بمعدن سأعلم بأن هناك خطبا ما. كل شيء جاهز للانطلاق، لكن أندرياس يحتاج لرافعة ثالثة للاستمرار بسحب العربة إلى أعلى المنحدر. هذه الرافعة لا تعمل. كم من الوقت تحتاج؟ لقد ضاع اليوم بأكمله هباء. أنا أحتاج الرافعة، وإلا فلن أتمكن من ضمان ثبات القطار. أريده أن يكون في الأعلى على المنحدر. لكان ذلك ممكنا لو كانت الآلة تعمل. إنه يوم كامل من العمل الذي ضاع هباء. لقد تسبب التأخير بضغط إضافي على أندرياس وفريقه. منذ هذه المرحلة وصاعدا لا يمكن لشيء أن يسير بشكل خاطئ. في اليوم التالي عملت الرافعة. يضع أندرياس ومساعده دون معدات السلامة لقضاء يوم آخر عاليا فوق الأرض. والآن سنرخي حبل السلامة ونسحب العربة إلى أعلى المنحدر. سنبدأ أولا من الجانبين. هدف اليوم وضع العربة على قمة المنحدر الذي يرتفع 52 مترا. دعونا نلفها وننظر إليها جيدا. توخى الحذر، احذر. أثناء إرخاء حبل السلامة الموجود في الخلف باتت سلة الرافعة قريبة بشكل خطير من القطار باهظ الثمن. العامل المساعد لجرونيك يقوم بحماية القطار بيديه. وصل مدير الصيانة وين ميدوز ليشاهد هذه العملية الاستثنائية. إنه لإنجاز كبير أن تتمكن من رؤية العربة على منحدر ارتفاعه 52 مترا. يقوم أندرياس الآن بإصلاح الكابل الموجود أمام العربة والتحقق من موقعه مرة أخيرة. الكابل هو الشيء الوحيد الذي يمنع سقوط العربة من أعلى المنحدر. تتسلق العربة طريقها إلى الأعلى ببطء. ها قد بدأنا، سوف نسحبها لتصل إلى قمة المنحدر، ثم عليهم تثبيتها ثانية لمنعها من السقوط إلى الخلف. هذا هام للغاية، وعليهم التحقق من كل الأبعاد الحاسمة والتحقق من أن هيكل السكة أي الشبكة ملائمة للقطار نفسه، والتأكد من دوران جميع العجلات، ولا تحاول الخروج عن السكة.
ترون هنا الخطوات الصغيرة اللازمة لجعل قطار بهذه الضخامة أو أي قطار في الحقيقة يعمل، وهذه عملية بطيئة للغاية ومضنية. وكي يحدث ذلك عليك أن تتمكن من السير قبل أن تتمكن من العدو. يا للهول، إنها قريبة، قريبة جدا. أعلم بأنها تبعد أكثر بكثير مما تبدو عليه من الأرض، ولكن أليست قريبة؟ أمامنا تحديات كثيرة هنا في عالم فيراري في أبو ظبي. إنها بيئة قاسية للغاية، هناك الرمال والغبار وبعض الهيدروكربون بسبب قربها من مطار أبو ظبي، وهواء البحر يحتوي على الملح. يقترب القطار من قمة المنحدر الأول. يراقب أندرياس كل سنتيمتر من تحركاته. توقف! توقف! لا تتحرك! مكانك! لقد توقف اختبار السحب الهام بينما يلف أندرياس جرونيك بعض الحبال حول السكة الفولاذية لمنع القطار من السقوط من الجانب الآخر من المنحدر. يتحقق منها مراراً للتأكد بأن كل شيء جيد. يقترب القطار من القمة. هذا أهم جزء من الاختبار، ويأمل أندرياس أن تحتمله المكابح. أوشكوا على الوصول إلى القمة، حيث توجد إشارة الطائرات التحذيرية على قمة 52 متراً. لقد اكتسب القطار السرعة، ثم ممتاز. توقف، فلننزل. المكابح هناك، وفي الأعلى هناك، جميعها سليمة. المكابح لم تمس، لا خدوش عليها ولا شيء، وهيكل العجلة يمسك بالسكة بشكل ممتاز جدا. كل شيء يسير بشكل جيد. يستغرق اختبار السحب حوالي 4 إلى 5 أيام. لحسن الحظ انتهينا من العمل الشاق. كلما سار القطار على ارتفاع منخفض أكثر على السكة كان سحبه أفضل. على بعد بضع مئات من الأمتار يقع مضمار السباق الحقيقي الذي أوحى بفكرة الفورميولا روسا. إنه مضمار ياس مارينا للفورميولا 1. لدى مدير الصيانة وين ميدوز ومدير مدينة الألعاب أندي كيلينغ اختبار خاص بهما عليهما إجراؤه. بسبب السرعات التي ستسجل رقما قياسيا، سيتعين على ركاب الأفعوانية وضع نظارات خاصة لحماية أعينهم من الرياح والرمال والحشرات. مستوحاة من فكرة القفز الحر، بسبب السرعة ستكون قريبة من الوجه. ومن بين إجراءات السلامة الأهم وجود الرباط المطاطي لتثبيتها في مكانها. هذا العمل مسل لا شك في ذلك. نعمل لتسلية الناس، لكن مع الآلة الموجودة لدينا، إذا استخدمت بطريقة غير صحيحة أو إذا لم يحافظ عليها بطريقة صحيحة فقد تتسبب بقتل الناس. لذا وظيفتي كمدير للصيانة في عالم فيراري عدم التسبب بقتل الناس. الفورميولا روسا هي الوحيدة في العالم التي ستسير بسرعة 240 كيلومترا في الساعة، وهي نفس سرعة سيارة سباق الفورميولا 1. أنا أستدير لأرى فقط إن كان هناك ضغط حين نحاول الانطلاق أو أن هناك شيئا آخر، لأننا نعلم بأن الضيف سيفعل ذلك. إذا دخلت حشرة داخل عين الضيف ستكون النتيجة كارثية، لهذا لا نريد أن يحدث ذلك. حلبة ياس مارينا للفورميولا 1 هي المكان الأمثل لاختبار النظارات. شكرا لك على قيادتك. أعتقد بأننا وجدنا النظارات التي نريدها. كيف كانت؟ هذه أعتقد بأنها ستكون جيدة، فهي تظل ثابتة على أي سرعة قدنا بها، كما أجريت اختبار النظر. أرني تفضل إياها. إنها شكرا. جيدة. السلامة هي همهم الأكبر، لكن كذلك إكمال المشروع قبل الافتتاح الكبير لعالم فيراري.
جاء الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية محمد المبارك للتحقق من تقدم مدينة ألعاب عالم فيراري. سيتم عرض أكثر من 20 لعبة وخدمة ترفيهية تحت السقف الأحمر، جميعها جاهزة لتبدأ بالعمل خلال شهرين فقط. لديكم جدول زمني ضيق، لكنني واثق بأنه مع الفريق الذي تعمل معه سنفي به. يتحقق المبارك من تقدم مصدر الجذب الرئيسي في مدينة الألعاب الفورميولا روسا. هذا كله يتعلق بخبرة فيراري. ما نحاول تحقيقه هنا هو منح كل شخص في أرجاء العالم تجربة قيادة وامتلاك سيارة فيراري خاصة به، وهذا ما سنفعله على هذه السيارة. جزء من مشاكل السلامة الأخرى التي نواجهها مع الضيف وبالتحديد مع الزي المحلي والتي درسناها، وقعت حوادث موثقة في أرجاء العالم وبعضها في السنوات الأخيرة مع الطرحات التي ترتديها النساء. تقصد غطاء الرأس؟ والكندورة علقت بمحاور العجلات، وللأسف حدثت حالات وفاة. من أجل سهولة ارتدائها لدينا الشريط اللاصق حتى الأسفل. وذلك للتأكد بألا يطير شيء أثناء السير بسرعة 240 كيلومترا في الساعة. هذا مهم، ويمكنك شد هذا بإحكام ليظل كل شيء ثابتا. أستطيع أخذها إلى المنزل؟ بالطبع. تفصلنا 6 أسابيع فقط قبل افتتاح الفورميولا روسا. لقد تم التحقق من السكة والقطار بعناية، والآن حان الوقت لتشغيل نظام الطاقة بقوة 21,000 حصان، وهي قوة لم يتعاملوا معها سابقا. للمرة الأولى وضع قطار فورميولا روسا في وضعية الانطلاق، لكن الانطلاق الآن بين أيدي خبراء البرمجيات. كل ما يمكن لأندرياس أن يفعله هو الانتظار. لقد انتهى عمله حاليا. لأن كل شيء يعمل بواسطة الكمبيوتر، أنا بحاجة لهؤلاء الأشخاص الآن لإنهاء المشروع بأكمله. إنه يعمل عليه. يتم التحكم بالأفعوانية باستخدام برنامج حاسوبي معقد. أدريان هوغنر هو المسؤول عن تقنية الإطلاق. إنه يتحكم بالنظام الكهربائي المعقد. بجانبه يقوم الخبير بالأنظمة الهيدرولية كليمنس شولسن بإعداد العناصر الهيدرولية من أجل اختبار الإطلاق. كل شيء جاهز إلى أن يكتشف مشكلة كبيرة، تسرب في أحد خزانات النيتروجين التي تشغل الأفعوانية. وصل أندرياس إلى الموقع. إنه الرجل الوحيد الذي يتم استدعاؤه لحل كل أزمة. حين يحدث تسرب يتعين علينا الاعتناء به بأنفسنا. إذا انتظرنا أن يرسل إلينا الشخص الذي زودت النيتروجين من يحل المشكلة، سيكون الأوان قد فات. هناك تسرب في أحد الصمامات، من الممكن حدوث هذا مع الكم الهائل من الوصلات. وهذه المرة تم تفادي الأزمة. تم وقف التسرب قبل وقوع أي أضرار. علينا التأكد بأن كل شيء جاهز للإطلاق. إذا نسينا شيئا سيكون الأوان قد فات على إصلاحه. على كل شيء أن يكون صحيحا 100%. من الأفضل أن أتحقق من كل شيء مرتين وثلاث، وإلا فقد يقع حادث ما. أخيرا بدأ فريق الإطلاق الإجراءات التي تسبق الاختبار. يتم رش المياه لتبريد العجلات. يتم تحريك الكوابح المغناطيسية إلى الأعلى والأسفل. أسرع أفعوانية في العالم على وشك الانطلاق. أنا متحمس. في كل مشروع أشعر بالحماس حين يتم تشغيله في النهاية. هذه لحظة حياة أو موت. ينطلق القطار عبر مسار الانطلاق ويتوقف عند قمة المنحدر، ثم يسير إلى الخلف ثانية. مع ذلك يشعر أندرياس بالارتياح. كمرة أولى هذا جيد. لقد انطلقت الأفعوانية بسرعة 83 كيلومترا في الساعة فقط. حتى أسرع أفعوانية في العالم يجب أن تبدأ بالسير ببطء.
كانت تلك سرعة منخفضة، كان ذلك متعمدا، والآن يمكننا الإسراع أكثر بقليل في المرة المقبلة، ثم نسرع أكثر، ثم نرى ما المسافة التي يمكنها أن تقطعها، لأننا نريد صعود المنحدر بالطبع وأكمال المسار. يحدث هذا خطوة خطوة بسبب وجوب التحقق من جميع الأنظمة الهيدروليكية والإلكترونية. النظام الإلكتروني وحده يحتوي على أكثر من 2000 مؤشر محتمل للهواء، يجب التحقق من جميع المؤشرات ومن ردة فعلها ومن عملها. يجري الطاقم الاختبار على السرعة المخفضة مرارا وتكرارا أثناء الليل. في الصباح التالي تحقق أسوأ كوابيس أندرياس، القطار عالق وسط السكة. يحصل القطار على دفعة طاقة واحدة خلال الإطلاق، وهذه الدفعة عليها أن تسير القطار عبر المسار بأكمله، لا توجد آلية دفع بعد ذلك. أعتقد أن ما حدث هو أننا وضعنا عددا زائدا من الكوابح، وأن الاحتكاك الناجم من العجلات أبطأ الأفعوانية وأوقفها. مشكلة الكوابح ليست كبيرة، لكنها ستكلف الطاقم الوقت الثمين. على أندرياس إعادة القطار إلى المحطة، لكن هذه ليست بالمهمة السهلة. لا يحتوي القطار على نظام تشغيل خاص. الحل الذي أتى به أندرياس هو الأكياس الرملية. سيكون هذا 280 في 4 كيلوغرامات. حين يكون هناك وزن داخل العربة، أنا واثق بأنها ستتحرك، لهذا سأقوم بتحميلها وآمل بأن يعيدها ذلك إلى المحطة. لقد نجحت الخطة. قادت قوة أكياس الرمل القطار عبر المنحدر الأول، لكن عليها أن تقوده كل المسافة ليعود إلى المحطة. حسناً! واو، أجل! إنه يسير نحو النهاية، والآن علينا القيام بكل شيء بسرعة أكبر للتعويض عن الوقت الضائع. كل هذه التحديات والمشاكل زادت من الضغوطات على أندرياس وطاقمه. سيتم إطلاق الأفعوانية عشرات المرات في الأيام المقبلة، إنها تسير السكة بأكملها، والأنظمة جاهزة للوصول إلى الهدف المطلق. يقوم الفريق بدفعة أخيرة لتحقيق الرقم القياسي البالغ 240 كيلومترا في الساعة، وبعد صنع واختبار كل سنتيمتر من الأفعوانية سيكون أندرياس أول إنسان يركبها. والآن علي إجراء التعديلات الأخيرة وإرخاء العجلات قليلا، لأن قوة الاحتكاك ما زالت تبطئ السيارة. يجري وين الفحص الأخير؟ إنه متلهف ليشهد ركوب أول إنسان للأفعوانية لتحطيم الرقم القياسي. هكذا صنعت هذه الأفعوانية منذ البداية، عليها أن تكون الأسرع، وحان الوقت لوضع القطعة المعدنية فيها لتشغيلها، لذا ستكون مشاهدة ذلك مثيرة. سنحطم الرقم القياسي بالتأكيد. يتضاعف عدد الأمور التي قد تواجه مشكلة خلال عملية الإطلاق مع كل زيادة في السرعة. يسير أندرياس والرجال الآن للتأكد من عدم ارتخاء أي بقعة هناك. لو كان هناك ما يعيق المزلقة المعدنية ككومة رمل أو ما شابه، قد يكون ذلك مميتا. والآن الأمر بيد مهندسي الإطلاق لإنجاح العملية. أول راكب بشري بالسرعة القصوى. أجل، أنا مستعد لذلك الآن. الرافعة جاهزة لسحب الحبل. الحبل متصل بالمزلقة المعدنية. المزلقة المعدنية جاهزة لاستقبال الخطاف. لقد ركبتها. سأطلقها بسرعة 240 كيلومترا في الساعة. لا فكرة لدينا ماذا سيحدث مع النظام الإلكتروني، أو كيف سيكون رد فعل الأنظمة الهيدروليكية أو الرافعة. ابتسم مرة أخيرة قبل أن تغير الأفعوانية تعابير وجهك. الرجل الذي صنع أسرع أفعوانية في العالم سيكون أول من يخاطر بحياته لاختبارها،
مدير البناء أندرياس غرونيك وخبير الأنظمة الهيدرولية كليمنس شولسن هما أول شخصين يركبان أفعوانية الفورميولا روسا. مع تجربة تسارع يماثل تسارع سيارة الفورميولا 1 يندفع الأدرينالين في المنعطفات المنخفضة على ارتفاع متر ونصف المتر فقط عن الأرض ليعطي الشعور بانعدام الوزن. هذا مثير للحماس وللإعجاب، غير أن أندرياس مهتم بأمر واحد فقط: هل وصلوا أخيرا إلى السرعة المطلوبة؟ أدريان، هيا قل لنا كم بلغت سرعتها. 240.15 كيلو مترا في الساعة. لقد نجحنا، تمت المهمة، لقد حققنا هدفنا، أكثر من 240 كيلو مترا في الساعة. من المدهش أن أراها تسير بشكل جيد. كانت هذه أول مرة فقط نطلقها بالسرعة الكاملة. لقد حان موعد الافتتاح. يقترب آلاف الزوار من عالم فيراري في جزيرة ياس. لقد جاءوا لاكتشاف إثارة السيارة الإيطالية الشهيرة. إنهم يريدون السرعة الفائقة والشعور بحماسة سباق الفورميولا 1. الفورميولا روسا أسرع أفعوانية في العالم، مستعدة لعرضها أمام الملأ. يتمنى مدير البناء الذي صنعها التوفيق. أهم شيء هو أن الأفعوانية تعمل الآن. لا نريد هواتف ضائعة اليوم، هذا غير مسموح. وين حاضر للتأكد من مراعاة قوانين السلامة. على الضيوف الذين يرتدون اللباس التقليدي تغطية غطاء الرأس أو خلعه كي لا يطير شيء ويعلق بالعجلات. وأخيرا فتحت البوابات لمن يتوقون لتجربة حماسية كبيرة. إلى الخلف، اسحبها إلى الخلف، هيا. حزام المقعد وعمود الحضن فقط لتثبيت الركاب في مقاعدهم. لتبقى رؤوسكم إلى الخلف على مسندة الرأس، هذا أسهل. ثبتوها جيدا، تأكدوا بأنها مشدودة. ارتداء نظارات السلامة إجباري في الصف الأول على الأقل. لحظات مخيفة، ثوان قبل الانطلاق. استمتعوا بالجولة، إنها رائعة. إنه حماس لا مثيل له. شعور مدهش كركوب سيارة سباق. إنجاز مدهش، جولة حقيقية في سيارة فورميولا 1. لا يمكنك الحصول عليها سوى هنا في عالم فيراري. فور أن يتذكر الركاب أن يتنفسوا ثانية، قلة منهم يجدون كلمات مناسبة لوصف الجولة. يا إنها مدهشة. واو، جميلة جدا جدا، جميلة جدا. حين أعود سأركبها ثانية. فكرة كانت على لوح الرسم أصبحت واقعا بالنسبة لمدير فريق التصميم إليس. هذا نجاح مثير حتى أكثر من الجولة نفسها. إنها فريدة حقا. شكرا لك. كان هذا مدهشا حقا، كان ذلك مذهلا، تحقيق ما احتوته أوراق التصميم والرسومات. وأنت تحاول التخيل دوما، كيف ستشعر حين تحقق ذلك؟ ولا يوجد ما يمكنه وصف هذا الشعور، وهذا ليس مخيبا، إنها فريدة حقا. يا لها من أفعوانية رائعة. لقد سارت عملية الإطلاق دون أي عوائق. يمكن للمسؤول أندرياس غرونيك تنفس الصعداء أخيرا. أنا سعيد الآن لانتهاء المهمة ولأنها تعمل ولأنه لم يحدث أي ضرر ولم يصب أحد بأذى. أشعر بالرضا لرؤيتي للأفعوانية وهي تعمل. تنطلق الفورميولا روسا عبر حرارة أبو ظبي وهي الأسرع في العالم. إنها أعجوبة هندسية، هيكل يتحدى كل من الجاذبية والطبيعة ويقدم لك جولة لا مثيل لها.